جاءت القصة يا أخوانا بتاعت الأضحية. العلماء وأنا أختصر الكلام قالوا عندها شروط وضوابط وأشياء واجبة وأشياء مستحبة. من الأشياء يا أخوانا الواجبة في الأضحية قالوا شروط في المضحي. الزول اللي بيضحى الأضحية اللي بيضحى ولا اللي بيشتريها؟ أولا اللي بيضحى لابد أن يكون موحدا، ده شرط. يعني لو مشرك ما عنده ذبيحة، لو اشتراه ولا ذبحه ما عنده. عشان كده يا اخوانا الزول ينجض العقيدة، عقيدة نية ها، عقيدة نصها في شيخ والنص الثاني في الله، بيدعو الله مرات يدعو الفكي مرات، دي عقيدة تعبانة منتهية دي، فهمت؟ ودي سيدة ما عنده ضحية، ده الشرط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال الصحابي ضحى بكبشين أقرنين، يعني عندهم قرون، أملحين، الأملح الأبيض أو المائل للبياض، أملحين. السيدة عائشة قالت كان الكبش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يبرك في سواد، يعني محل ركبتين وسواد، ويمشي في سواد، محل قدمين وتحت في سواد، هو أبيض كله، وينظر في سواد حوالين أعينه في سواد. ده وصف الكبش. اثنين، واحد ضحى به قال هذا عني وعن أهل بيتي، ده الأول. الثاني قال وهذا عن من وحد الله من أمتي. انتبه للشرط ده، دي رواية جاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن من وحد الله. هسه في ناس الواحد يكون فقير ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عننا، نعم ضحى عننا، لكن عن من؟ من وحد الله. أما ذا الملخبط وشغال شرك، الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، وقوم يا أخي ناديهم لي أهل الله اللي بيزيلوا البي، ده النبي ما ضحى عنه وحيق شرقبته، ما ضحى عن ده، ضحى عن ذو الموحد دياته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ده اللي ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخوانا ده الشرط في المضحي. عشان كده زول بيجي بيضبح لك، اللي بيضبح الأضحية ده ذاته، أنت لو ما بتضبح براك والسنة إنه تضبح بيدك أنت صاحب الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو الإمام بيضبح في المصلى، الإمام من السنة يضبح في المصلى ذاته، صلى العيد يجيب الكبش بتاعه ويضبحه، تمام؟ أما أنت تضبح في بيتك وبيدك، لو دار تجيب ضباح ما تجيب لك أي واحد سايق، واحد تلقى مربط أول ما يجي يمسك السكين يرفع لك يده كده شفته، ويرفع يده بهنا تلقى صبيطه بتاعت حجبات، ده هو يضبح لك زيحه طوالي كده، ما يضبح لك ده، لانه ده مما اهل به لغير الله. الصبت يا زول اضحيتك دي انت مطلعها لربنا سبحانه وتعالى، دي عباده ما تضيعها بعقيده خربانه. فده ما يضحي، وليس له ان يضحي، ولا تقبل ضحيته ولا تقبل ذبيحته. بل العلماء قالوا مثل هذه الذبيحه مما أهل لغير الله به، قالوا دي ذبيحة ما بتوكل ذاتها، حتى لو ضبحوها شو رايك دعوها برا للكلاب هناك ياكلنا الكلاب. الشرط الثاني قالوا أن تذبح باسم الله، لما نيجي يذبح تذكر الجزار ولا أنت تذكر تقول له قول بسم الله، ما يجي ساي بس شايل سكين ويقشها كده السكين وشغال بيذبح، وشني شني أنت قايله؟ انت بتقطع في بصلة؟ دي ذبيحة بسم الله، تقول بسم الله وما ينسى، تذكر وما ينسى، لأنه بعض أهل العلم ولعله ده القول الراجح قالوا لو نساء نسيان ما بتوكل الذبيحة دي، ما تخلي ينسى، كله قول له ذكره بسم الله بسم الله هذا عني وعن أهل بيتي. طيب من الشروط أيضا في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، والعيوب ما هي عيب، أربع عيوب فقط، ما أي عيب برد الأضحية. يلا انتبه لين. الأول المريضة، البين مرضها، يعني مرضها واضح نعرفه كيف؟ لما البهائم يمشن بتقدر تمشي معاين ولا بتقدر؟ إذا بتمشي مع البهائم ما عندها مشكلة، دي يضحوا بها طوالي، ده مرض خفيف. لكن إذا كان المرض كثير لدرجة إنها ما بتقدر تمشي مع المراح
دي مريضة بين مرضها ما بتضحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والهزيلة التي لا مخ لها، يعني هزيلة وعظام ناشفة ما فيها لحم، ضعيفة كده تلقاها كويس، النوع المشي ذاته يكون غالبة، دي ما بجوز الأضحية بها. والعوراء البين عورها، لو فيها ضربة في عينها بسيطة لكن ما عورة كله كله ما مشكلة بتضحي، لكن عورة عوارة بين هذاك عينها مطموسة كله كله مقدودة. ومن باب أولى العمياء، يعني إذا كان العورة ما بتضحي العمياء من باب أولى ما بتضحي كويس. قال: والعرجاء البين عرجها، كراعة مكسورة أو ما مكسورة لكن فيها ألم بين ظاهرة، لما تكون ماشية بتلقاها ورا البراح ورا البهايم هناك تعبانة في مشيها، دي ما بتجوز ما بتضحي، كرامة لحم ساي. بعد ذاك يا أخواننا لو في عيوب تانية مجلوفة في أضانة، مجلوفة كده جلفة، ولا بقول لك قرنة، ولا بقول لك شنو ما تعرف، الجماعة كونوا موسمينا، الوسم في الأضان بخل لكن ما 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 بيفسد الأضحية بالضحي، الأضانة مقطوعة بالضحي، والقرنة مكسور برضو بالضحي، لكن ما هي زي شنو؟ ما هي زي السليمة، الأفضل تكون سليمة، يعني ما فيها كسر في قرينة، ما فيها في عينة كده ألم بسيط. طيب بعد ذاك أن تذبح الأضحية بعد الصلاة، الصلاة اللي هي المقصود بها الركعتين الصلاة مش الخطبة، بعد الصلاة، لو ذبحتها بعد الصلاة دي ضحية، ذبحتها قبل الصلاة دي ما ضحية، دي كرامة صحيح، قبل الصلاة دي كرامة ما أضحية. من بعد صلاة العيد لحد غروب غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، يعني يوم العيد وثلاثة يوم بعديه اللي هو عندنا احنا بنسميه رابعة العيد، يوم العيد أيام التشريق الثلاثة لحد غروب الشمس، والأفضل الأضحية في اليوم الأول، هذا الأفضل من حيث السنة. طيب يا أخواننا بعد ذاك الإنسان ربنا قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، تأكل منها، في بعض الناس يقول لك تقسمها لثلاثة، لا ما صحيح تقسمها، لكن بس أنت تعمل بالأشياء الثلاثة دي، تأكل وتصدق وتهدي، وفي فرق بين الصدقة والهدية، الصدقة بتكون للمحتاجين، يعني الناس اللي أنت بتعرفهم في الحلة وضعهم المادي شوية تعبان ما ضحوا، أنت بترسل لهم من الضحية بتاعتك لفرحة العيد. والهدية بتكون للإنسان اللي ميسور الحال يعني، لكن زول صديقك أو زول قريب منك أو زول أنت دار تكرمه بالهدية بترسل له هدية ولو هم ضحي ذاته، أنت بترسل له منها فبتهدي وبتصدق من الأضحية. دي يا أخواننا بعض الأحكام المهمة. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.